السلام عليكم ورحمه الله بقناه عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خوتنا الكرام، كما كان منتظرا، كما هضرنا في 2023 في بدايه 2023 لما عطاو التنظيم كاس افريقيا عطاوها للمغرب، انا كنت في فيديوهاتي نقول لهم باللي رغم تديها للمغرب ما تنظمهاش في وقتها الرسمي، وذلك على حساب تقييمي للمنشآت ديالهم اللي كانت مازالها هذاك ما تبناتش في 2023، كانوا مازال ما بناوش، ما عندهمش، كانوا في ترميم منشآت. وزدت دخلت لجوجل ايرت وتابعت الملاعب مازال ما تبناتش كاع، راهي بيطون مام باراساس. هنا بانت باللي هذا الكاف مختطف، مثل ما حط مجيد بوطمين عبر صفحته الرسميه كان تكلم وزاد قصف الكاف بزوج كلمات برك، يعني مجيد بوطمين قال الكاف المختطف تؤجل كان 2025 كان المغرب الى 2026. هنا بين كل شيء خوتنا الكرام، هنا كاس امم افريقيا تؤجل لبدايه سنه 2026 بعدما كانت مبرمجه في الشتاء او صيف 2025 بالمغرب. الكاف المختطف يتخبط، هذا ما قاله مجيد بوطمين عبر صفحته. وراح نزيد نعطيكم الان، خرج في عده مواقع الكترونيه انه تم تاجيل هذا الكان اللي كان 100% هو لصالح الجزائر على المنشات اللي كانت واجده، وكانوا جاوا هذوك تاع الالمان البيرو ديالهم اللي كان في المغرب، هذوك تاع اللي جو يتفقدوا لي تيرا، كانوا جاوا بداو ينقوا في الحشيش يحوسوا تحت الكراسه، وهما منشات المغرب مازال ما عندهاش، ولو كان منشا واحد لصالح 100% باش يديروا فيه كاس افريقيا. الجزائر كانت واجده وعندها كاع المنشات خوتنا الكرام، حبينا ولا كرهنا، مش كيما كرهنا الجزائريين، لكن عيب عيب الكاف المختطف. التم اللي عرفنا بلي انه الكافره مختطف تاع الصح، الجزائر ملاعبها مشيده كل شيء بمواصفات عالميه افريقيه كما حبيتوا، احسن الملاعب في افريقيا، وكاين ملعب الضخ مازالو مغلوق مازال ما تفتحش وهو جديد، ملعب تيزي وزو تحفه تحفه هذاك الملعب، خلينا على ذلك ملعب تاع ميلود هدفي، ملعب نبي وهران، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب قسنطينه، ملعب عنابه، ملعب 5 جويليه، كل هذه الملاعب، لكن الكاف تغاضت وغطات عينها من اجل العفن اللي راهو صاري في لاكاف وليزاتو اللي هم تاع الحاكمينهم على هذاك موتسيبي المعفن اللي يكره الجزائر كرها شديدا. هو داخله راهو على باله باللي راهم قصر مع الجزائر، لانه على باله باللي عندها منشآت ولاباس بها وعندها كل شيء، لكن ما حبوش يعطوها كاس افريقيا. خوتنا الكرام، نروحوا مباشره للموقع واش تكلم موقع الغد. موقع الغد الان تكلم على واش حطت الكاف عبر صفحتها، تاجيل كاس امم الافريقيه في المغرب الى بدايه 2026. تبهدل خاوتنا، ماشي كان يقول لك انا واجدين وامي تبنا و2025 نكونوا فريناها، ماش توالو مازال ما بان والو، ها سما ما كناش نكذبوا، ما نكذبش انا لما قلت لك ما توجدش. انا كي شفت في جوجل ايرث دخلت تبات الملاعب ما كاش ملاعب. زيد على ذلك، اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اليوم الاربعاء تأجيل نهائيات كاس الامم الافريقية المقبلة 6 اشهر لتنطلق في بداية عام 2026. هي ماشي 6 شهور نورمال، اجلتها عام دوكا، نقول لكم علاه، باسكو كانوا يديروها في جونفي من بعد طبعوها لجوان، ودوكا من جوان زادوا طبعوها لجونفي تاع 2026. تابعوا واش راح يصرا، تابعوا لتنطلق في بداية عام 2026. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في المغرب في يونيو حزيران 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريق، وستقام في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو تموز العام المقبل، وسيكون لإفريقيا
أربعة أندية في كأس العالم للأندية، ومن المرجح أن يشارك عدد عديد من لاعبيها في كأس العالم. هنا بداوي. وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين، لكن فشل في تقديم حل حتى أبلغ سكرتيره العام فيرون موسينجو أومبا هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن نهائيات كأس الأمم ستقام في أوائل عام 2026. ضحوا بها على جال المروكي ما عندهمش منشآت. وستكون هذه ضربة للمغرب الذي يأمل في استغلال البطولة الصيفية لتسليط الضوء على صناعة السياحة المزدهرة وإثبات قدرته على تنظيم بطولة كبرى قبل كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة المغربية باشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقال موسينجو أومبا يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بكامل ثم يسافروا إلى أمريكا للعب ثم يعودون على الفور للعب في كأس الأمم الإفريقية؟ جدول مباريات كابوس للجميع، جدول مباريات كابوس للجميع. المرة خلطت لهم كلش، علاش؟ باسكو مازال ما وجدتش المنشآت ديالها. وتتعرض الكاف لانتقادات أيضا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات هذا العام والتي تقام أيضا في المغرب. وتوجد أيضا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدور الإفريقي لكرة القدم الذي أقيمت نسخته الافتتاحية العام الماضي، وخاضت 8 أندية مختارة بطولة خاصة للحصول على جوائز مالية قياسية في البطولة بنظام خروج المغلوب امتدت شهرين. ووعد رئيس الكاف باتريس موتسيبي المعفن، أنا أسميه هكذا هدايا، باتريس موتسيبي المعفن، أن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريق، لكن الكاف أعلن أمس الثلاثاء أن مراحل المجموعات في الدورين أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل ستقام في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، وهي ذاتها المواعيد التي اعتمدها الدور الإفريقي العام الماضي. خوتنا الكرام بلا ما نحط لكم الصور تاع المنشآت تاع الجزائر، خاطر كان نزيد نحطهم ندوخوهم بالمنشآت تاع الجزائر يدوخوا، بلا ما نحطوا الصور العام والخاص من باتريس موتسيبي المعفن الى لقجع الى الاتحاد الافريقي وفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، على باله باللي الجزائر جاهزة 100% لتنظيم كأس افريقيا 10 مرات في عام، تقدر تنظمها 10 مرات في عام. نظمنا الشان احسن شان لما كان عنده حتى قيمة، حتى القنوات الامريكية ادخلوا اليوتيوب ديروا قنوات امريكية تتكلم على الشان في النشرة ديالهم تاع 8، في النشرة تاع الامريكان تاع 8 جوزوا الشان افتتاح اختتام الملاعب مكتظة منشآت من طراز عالي. وعلى ذلك الكاف وكل هذا عفوا الكاف فضلت تمد كاس افريقيا البلد اللي ما عندوش منشآت، مازال ما عندوش منشآت واقتصاديا متدهور، وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية تدهور في الاقتصاد المغربي كبير، زيد على ذلك منشآت مكاش، والوقت تاع كاس افريقيا الحق ونحاوها كما قلت عندها عام انه نهارها اللي طاوها للمروك. كنت درت فيديو قلت انه المغرب لا تستطيع تنظيم كاس افريقيا 2025، والله غير درت فيديو عليها، اي ما بين لي فيديو كنحوس عليها نلقاها. وكما كان الحال المغرب ما استطعش تنظم كأس إفريقيا 2025 في وقتها، وهذا إلا عفنت على الكاف اللي مدتها لبلاد ما يش قادرة. لو كان عطتها للجزائر، لو كان الجزائر نظمتها في جونفي الجاي، يحبوا نظموها دكا في جونفي في فيفري في مارس في جوان في أوت، وقت اللي يحبوا نظموها لهم بكل بساطة، لأنه عندنا ملاعب ومنشآت جاهزة. خوتنا الكرام هذه الكاف لازم لها سقطة
اللي رانا نتكلموا عليها وكل فيديوهاتي كلها تتكلم على سقطة كبيرة راح تكون داخل البيت الكاف في الشهور أو الأسابيع القادمة القليلة، باش يبينوا العفن اللي صرى وكان صاري واش صرى الاتحاد العاصمة وصرى كل شيء كل شيء كل شيء، مال فاسد، مخدرات، كوكايين، أتوات بالفيديوهات، كل شيء كل شيء كاين في هذيك الكاف. حتى الفانتينو إن شاء الله يسقط سقطة لا مثيل لها، لأنه هو الرأس المدبر كله لهذا الشيء اللي راهو صاري في الكاف، لأنه هو اللي جاب مونسيبي وحطه على رأس الكاف، وعلى بالكم كيفاش حطوا بلا ما نعاودوا الحكاية. خاوتنا الكرام، المغرب لن تنظم كأس إفريقيا 2025 في وقتها، الكاف دناتها حتى 2026 والأسباب هي معروفة. ما تقول لي لكم دي مونت على الكلوب لا والو، الأسباب هي المغرب لم تستطع بناء المنشآت في ظل هذا التراجع الاقتصادي اللي راي فيه والديون اللي راي فيها. شكرا لكم، تابعونا بقناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.